أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل من صلى الوتر بعد صلاة العشاء أو قبل نومه هل من صلى الوتر بعد صلاة العشاء أو قبل نومه لأنه مشغول في طوال النهار، هل يكون من القائمين بالليل؟ نعم، صلاة الليل من تغرب الشمس إلى طلوع الفجر، ولو صلى بين العشاءين هذا صلى في الليل، ولكن الوتر ما يكون إلا بعد العشاء، الوتر لا يكون إلا بعد العشاء، ولو جمع العشاء مع المغرب جمع تقديم ثم أوتر صح هذا لأنه بعد العشاء. فالذي يصلي من الليل هذا صلى في الليل سواء في أوله أو في آخره، ولكن في آخره أفضل. والذي لا يثق من قيامه في آخر الليل أو ما يستطيع القيام في آخر الليل يصلي من أول الليل، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة أن يوتر قبل أن ينام، لأنه رضي الله عنه كان يشتغل بحفظ الحديث، حفظ السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يسهر على ذلك، فالرسول أمره بالوتر قبل أن ينام. نعم.